وللتعليق على أزمة الكهرباء المزمنة في العراق، على الرغم من إنفاق عشرات المليارات لحلها، ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي من عمان الكاتب والباحث السياسي الدكتور صباح علو. مرحبا بك معنا دكتور. أهلا ومرحبا بكم. دكتور، ما يقارب من 65 مليار دولار صرفت على الكهرباء منذ عام 2003 حتى اليوم، وهذا طبعا الكلام بحسب لجنة الطاقة النيابية. السؤال، أين ذهبت هذه الأموال والعراق لا يزال يعاني من هذه الأزمة؟ حقيقة لا يوجد بلد في العالم سرق كما سرق العراق من 2003 ولغاية اليوم، رغم الإيرادات العالية التي دخلت العراق، لم تتطور عملية احتياج المواطن للطاقة الكهربائية بشكل متوازي مع النمو السكاني. هذا لم يوجد في خارطة وزارة الكهرباء مطلق، علما بأن صناعة الكهرباء في العراق تكلف الدولة سنويا في الظروف الحالية 12 مليار دولار. ولذلك نلاحظ ما زال الطاقة الكهربائية تتراجع لأسباب كثيرة، منها عملية سرقة المخصصات والتخصيصات الخاصة بعملية تطوير وصيانة الشبكة العامة لعمليات التوزيع. قد يكون هناك إنتاج، يعني 2003 كان العراق ينتج بحدود حوالي 8.5 ألف ميجا وات، حاليا حسب تصريحات وزارة الكهرباء تقول نحن ننتج بحدود حوالي 17 ألف ميجا وات. وهذا لا يكفي، حيث أن العراق يحتاج ما لا يقل عن 24 ألف ميجا وات في هذا الشهر تموز 2020. لذلك نلاحظ أن عملية الفشل واضحة بشكل لا تحتاج إلى عملية دراسة ولا تحتاج إلى تشكيل لجان، كما هم ما زالوا يضحكون على الشعب العراقي في مسألة تشكيل لجان تحقيقية. لكن حتى لجان تحقيقية دكتور لا تستطيع أن تعمل، يعني الأوضاع متردية. لجنة الطاقة تقول إن الأحزاب عطلت استجواب وزراء الكهرباء السابقين. إلى أي مدى ترى حضور المحاصصة أيضا في هذا المشهد؟ يعني حتى الوزراء السابقين لا يستجوبون، لنعرف الأسباب أو كيف نعالج المشكلة. بصراحة لا يحتاج عمليات الحضور للاستجواب للوزراء السابقين تشكيل لجنة تحقيقية حقيقية أمام الشعب العراقي، وهو مدرك أن العراق أنفق ما لا يقل عن 65 مليار دولار، 65 مليار حسب التسعيرة الدولية تنتج لنا 65 ألف ميجا وات، أي أن العراق ما يحتاجه إلى عام 2040 ليس الآن. إذن ما المطلوب؟ المطلوب هو اتخاذ قرار جريء حقيقي بحق الفاسدين ومن عمل على إهدار وسرقة المال العام، خصوصا في وزارة الكهرباء، علما بأن وزير الكهرباء السيد لؤي الخطيب يصرح أن العراق يحتاج ما لا يقل عن 20 مليار في الظرف الحالي، 20 مليار كي يستطيع أن يفي بالغرض باحتياجات المواطن دون انقطاع للكهرباء، علما بأن هذا تصريح لا يدلل عن دراسة أو تخطيط حقيقي. ولذلك العراق في الظرف الحالي إذا أراد استعادة عمليات الصناعة والزراعة وما يحتاجه من طاقة في الخدمات وعمليات التشغيل لتطوير البنية التحتية، العراق يحتاج 40 ألف ميجا وات حقيقة للخمس سنوات القادمة إذا اتخذت الإجراءات الصحيحة وتصحيح مسار العملية السياسية باتجاه البنية التحتية للعراق بتطوير كل جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. طيب. إذا لا يدلل هناك من يعمل على تخطيط
إيجاد الكهرباء بالطريقة السليمة والصحيحة لتطوير العراق. طيب دكتور، هناك يعني بعض القضايا التفصيلية لا شك أنها يعني لدى دولة أو دولة كبيرة مثل العراق ليست مهمة كثيرا، لكنها تلفت الانتباه. فعلى سبيل المثال، هيئة النزاهة تكشف عن العثور على 16 مولدة كهربائية لم تدخل الخدمة منذ 8 سنوات في النجف، في وقت يستغل فيه أصحاب المولدات الخاصة الأهالي ومعاناتهم مع الكهرباء في كل فصل صيف على وجه التحديد. كيف تفسر ذلك؟ أولا يجب أن يعلم المواطن العراقي أن هناك 1,000,000 مولدة أهلية لتزويد المواطن بالكهرباء وفق التسعيرة التي يريدونها مافيات، ولن أقول هم أصحاب مولدات، وإنما مافيات تتحكم بعمليات التسعيرة لبيعها للمواطن خصوصا في فصل الصيف. هذا الجانب، إهمال عملية نصب وإيجاد محطات جديدة للتزويد سواء في النجف أو في غيرها أو في كربلاء، يدلل على قوة المافيات بالضغط على وزارة الكهرباء في عدم تشغيلها. هذا هو الذي يحصل. وقد تتحجج، وكلنا ندرك قبل 3 سنوات كانت وزارة الكهرباء تتحجج أن وزارة النفط لا تعمل على تزويدنا بالنفط والغاز والمحروقات التي نحتاجها. هذا كذبا، وإنما هناك عملية تنسيقية مع قوى المافيات والفساد الموجودة المتمثلة بتجارة المولدات وقطع الغيار وغيرها، حقيقة من أجل عمليات الابتزاز. والمواطن العراقي، الشعب العراقي ينفق سنويا لعملية تشغيل المولدات بهذه الأسعار 8 مليار دولار. نعم، تصور. هذه مبالغ في الحقيقة ضخمة، مبالغ جدا، مبالغ كارثية. نعم، بلا شك، مبالغ حقيقة لو تجمعها مع وزارة الكهرباء اللي تنفق 12 مليار حيكون هناك 20 مليار بإمكانهم. نعم، إيجاد 20,000 ميجا واط. شكرا دكتور، تحل الأزمة ل5 سنوات القادمة. شكرا لك الكاتب والباحث السياسي الدكتور صباح علا، لو كنت معنا عبر الخط الهاتفي من عمان.